تعالوا نبدأ الحلقة ربما بأهم مشهد اهتم به الجميع، زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لمصر. كان فيها محطات كثيرة اصطحبه فيها الرئيس السيسي، ما بين مشروعات اقتصادية وما بين الآن حفل فني في الأوبرا، عرض مسرحية بما في ذلك من أكثر من مغزى. لكن المغزى الأهم كان في زيارة الأمير محمد بن سلمان للكاتدرائية المرقسية في العباسية. ليه؟ دايما كان في مشكلة كبيرة جدا بيحاول البعض أنه يوجدها ما بين السعودية وما بين المسيحيين عموما، والأقباط في مصر تحديدا كان عندهم مشكلة كبيرة جدا. في جزء كبير وفي قطاع كبير عنده يعني اعتقاد، عندهم وجهات نظر متعلقة بأن معظم الأفكار اللي بتتشدد باتجاه الأقباط بتقول لهم ما تهنهمش في أعيادهم، بتكفرهم، معظمها ربما تكون قادمة من تيارات سلفية متشددة جدا، ومرجعيتها الأساسية هي الوهابية السعودية يعني. فكان دايما البعض يحاول أن يوجد صداما فكريا وسياسيا ما بين السعودية وما بين المسيحيين عموما والأقباط في مصر، على اعتبار الأقباط كان عندهم زي ما بقول لكم هذا الاعتقاد السائد، مشاكل كثيرة كنا بنعاني منها، والتيارات السلفية المتشددة في مصر المرتبطة بالسعودية تحديدا اللي بتطلع منهم فتاوى ما تهنوش الأقباط بأعيادهم وفتاوى تكفير المسيحيين، كل ده كان البعض زي ما بقول لكم في مشكلة مأساة. هنا زيارة الأمير محمد بن سلمان بهذا الشكل هي جزء كبير من عمليات إصلاحية بيقوم بها، سواء باتجاه المرأة، سواء باتجاه حقوق الإنسان، سواء باتجاه الفن. وزي ما بقول لكم يعني كمان المغزى في وجوده في مسرحية في الأوبرا الآن مع الرئيس السيسي، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية التي عادت للسعودية من جديد وعروض الأزياء، وهيبقى في سياحة شاطئية، وكمان قيادة المرأة للسيارة، ودور سينما ودور عرض سينمائي، كل ده ومسارح، كل ده معناها أن السعودية بتتغير وبتتطور، لأنها كانت متهمة بأنها تخاصم التطور الحادث في المجتمع وتخاصم الفنون، وعندها مشكلة مع الإبداع، وعندها أيضا بعض المشاكل المتعلقة بالفتاوى الدينية باتجاه النساء وباتجاه الأقباط وغيره. الزيارة للمرقسية هنا زي ما بقول لكم المغزى الأساسي فيها إنها ربما تساعد في إزالة بعض المفاهيم السائدة والمنطبعة في الأذهان، وإن الوضع هيتغير، بإن كل ما هو متشدد باتجاه المسيحيين كان يأتينا من السلفية المتشددة والوهابية المتشددة في السعودية. لا، بتشوف ولي العهد بيزور الكاتدرائية بهذا الشكل ويلتقي بالبابا توادروس، وبالتأكيد كان في حوار بينهما، وبالتأكيد هو عنده وجهة نظر متعلقة بما هو سابق، إزاي كان بتتعامل بعض التيارات المتشددة مع المسيحيين، وكان في بقى مشاكل طائفية بتنشأ في مصر كثيرا، من الخط الهمايوني والناس تطلع تهيج الحقوا ده بيبنوا كنيسة، ومنها بعض المشاكل المتعلقة بالمفاهيم اللي أنا قلتها، ما تهنوش المسيحيين بأعيادهم وتكفير المسيحيين، وأيضا مشاكل مختلفة. لكن كان الاتهام أو أصابع الاتهامات بتوجه دائما للتيارات السلفية المتشددة اللي هي مرتبطة بالسعودية. مشهد زي ده يزيل الكثير من هذه الانطباعات السائدة في الأذهان، وكمان يعطيك صورة للمستقبل. المستقبل هيكون أفضل، ربما يعني تتوقف حنفية الفتاوى اللي بتستهدف المرأة وتستهدف المسيحيين
والتي تنطلق يعني بتشدد أعمى، ده معناها أنه في تطور حادث في المجتمع. هنا بقى البعض للأسف الشديد هتلاقي طبعا بعض الذين يعني ما يحبوش هذا المشهد يحصل، فيطلع يقول لك والله أصل الأمير محمد بن سلمان يقدم أوراق اعتماده للغرب لأنه رايح في جولة إلى أمريكا وبريطانيا، فعايز يقول لهم يعني أهو أنا المتسامح وما عنديش تشدد عقائدي أو طائفي، وأنا بالعكس بأحدث تطورات في المجتمع. فيطلع البعض ممن لا يعجبهم هذا المشهد فيعتبروه أنه بمثابة أنه يقدم أوراق اعتماده للغرب بهذا المشهد، فليكن. ربما يقدم أوراق اعتماده لسعودية جديدة، يعني ربما يقدم أوراق اعتماده لتطور يجب أن تشهده السعودية ويجب أن لا تخاصمه. يعني أعتقد هو ده الأساس قبل أن يقدم أوراق اعتماده للغرب أو الأمريكان كما يقول بعض المغردين اللي بيحاولوا أنهم يتصيدوا أي شيء لإفساد مشهد أنا بشوفه من أهم المشاهد اللي عايشناها اليوم. هذا المشهد ربما في سابقة هي الأولى من نوعها يستدعي أن احنا نحلله معاكم. بسرعة كده هناخد القصة بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية. قص بولس أهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. خلينا اقدم كمان الاستاذ الكاتب السياسي والصحفي الكبير استاذ جمال اسعد. استاذ جمال اهلا بيك. اهلا يا فندم. اهلا. والكاتب الصحفي والسياسي الكبير الاستاذ كمال زاخر. استاذ كمال اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. قصب بولس، قول لو هسال حضرتك ايه اللي تم اليوم فيه، يعني اكيد كان في حوار بين الامير محمد بن سلمان والبابا توادروس، يعني ايه اهم النقاط اللي تضمنها هذا الحوار؟ هو في اجازة سريع كده كانت كلمة قدسة البابا شملت يعني ان هو رحب بولي العهد باسم جموع الاقباط، وذكر علاقات بين الكنيسة والمملكة اللي بدأت بزيارة الانبا مرقس مع الوفد المصري في 2012 ساعة بعد ثورة 25 يناير. ولقائه باللقاء البابا يعني بالملك سلمان ابن عبد العزيز. كمان اتعرض للعلاقة بين القيادات سواء رئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، واتكلم برضه عن العلاقات بين الشعبين السعودي والمصري المتجذرة. اتكلم كمان عن رعاية المملكة للعاملين في السعودية وأثنى على كده قوي. واتكلم عن التغييرات الحادثة في أو التطورات الحادثة أو عايز أقول التغيير الحادث في السعودية سواء في الإصلاحات كلها يعني. كمان اتكلم عن التعريف بالكنيسه القبطيه وايه هي وجذورها، واتكلم عن رساله الكنيسه انها رساله سلام. دي ملخص كلمه البابا. ملخص كلمه ولي العهد كانت بتدور حوالين ان الكنيسه والاقباط غريم جدا على العالم الاسلامي كله مش على مصر بس. ان السعوديه بتقدر الكنيسه المصريه ودورها الوطني على مدار التاريخ، كمان بتقدر موقفها ساعه احداث العنف اللي حصلت في الفتره الاخيره، وانها ازاي انتهجت اسلوب مميز شهد بيه العالم وما عرضتش العنف بالعنف، يعني ما ردتش عنف بعنف لكن قدمت رساله سلام. واتكلم كمان عن التعاون الدائم بين الكنيسه القبطيه والسعوديه، وقال كمان ان كان في حوار بيتم بين التعاون بين الاسلام يعني المسلمين والمسيحيين في الشرق الاوسط والمنطقه العربيه، فالكنيسه القبطيه هي مؤهله انها بتقود الحوار دوت بالجانب المسيحي يعني بالنسبه للكنيسه القبطيه نظرا لمكانتها ونظرا لقيمتها يعني في الشرق الاوسط والعالم العربي. ده كان ملخص الحوار اللي دار بين الجانبين. طيب خلي حضرتك معايا اسال كده الاستاذ كمال زاخر. استاذ كمال، تعتقد انه زياره بهذا الشكل يا استاذ كمال، انا لسه بقول انه كان في بعض المشاكل يعني البعض في الحوادث الطائفيه دائما التي تحدث في مصر، في بعض المشاكل الطائفيه التي نعاني منها كانت توجه دائما اصابع الاتهام للتيارات السلفية المتشددة المرتبطة بالوهابية السعودية تحديدا، يعني هل هذا المشهد معناه انه الامير محمد بن سلمان ربما يوجه رسالة جديدة الى ان فكرة الفتاوى حتى او وجهات النظر المتشددة باتجاه الاقباط كانت خطأ واحنا
الحقيقة نشهد سعودية جديدة وتطورا جديدا في المفاهيم. تفضل. هو الحقيقة مش ربما، ده أكيد، لأنه نحن أمام جيل جديد من الحكام تلقى تعليمه الجامعي وما بعد الجامعي في جامعات الغرب، وبالضرورة تأثر بفكرة الدولة الحديثة وبفكرة المدنية إلى حد كبير. ثم عندما عاد إلى بلاده وجد أمامه فرصة ليترجم ما وقر في ذهنه. وبالتالي نحن لسنا فقط أمام حادث متفرد، إنما نحن أمام طيار وأمام فكرة جديدة ربما بتأثير الثورة الرقمية وثورة الاتصالات وما أحدثته من شيوع المعرفة والمعلومات في جميع أنحاء العالم. وما يؤكد هذا اللي حضرتك أشرت ليه في المقدمة، أنه ما اتخذ من إجراءات وصلت إلى حد تحجيم جماعة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وهي كانت واحدة من الجماعات، إذا كذا لنا التعبير أن نسميها جماعات سيادية في هذا المجتمع. ثم الانطلاقة مع المرأة والفنون واستخدام مطرب مصري تحديدا لإحياء حفلة في السعودية بشكل مبهر، كل ده بيقول أنه نحن على أعتاب تغير ربما يشمل الخريطة العربية بمجملها لما للسعودية من ثقل على الأقل في منطقة الخليج وفي الأطراف الأمة العربية بشكل مهم. الأمر الثاني هي فكرة اللي برضو حضرتك أشرت إليها، أنها رسالة إلى متشددي الداخل عندنا اللي بيعتمدوا على استخراج فتاوى لم تحقق أو ربما ضعيفة أو كذا لبناء وجهة نظر في أحادية الحياة ورفض كل ما هو غير مسلم. وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزايد على السعودية، يعني طيب. البلد الذي وده من خلال متابعتك ربما، يعني أول زيارة لمسؤول سعودي كبير بحجم ولي العهد للكاتدرائية، يعني لم تحدث من قبل يا أستاذ كمال. بالضرورة لم تحدث من قبل على مدى التاريخ. وبالتالي دي هيكون لها تأثير إيجابي إذا أحسننا استخدامها، وإذا كنا يعني نبني عليها فكرة أن الدولة لابد أن تكون مستوعبة تماما إنه أكبر دولة إسلامية في العالم العربي وربما في العالم كله تتخذ خطوات بهذه الجسارة في الداخل وفي الخارج، وتكون أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى مثل ولي العهد تكون لمصر، وتكون أول زيارة خارج القصر الجمهوري بعد زيارة الشيخ الأزهر تكون للبطريرك البابا البطريرك. فدي لابد من التوقف أمامها كثيرا والبناء عليها. بشكر حضرتك أستاذ جمال أسعد. شايف الزيارة مهمة جدا على اعتبار يعني احنا عشنا كثيرا قضايا طائفية وكانت تتهم فيها التيارات السلفية المتهمة المرتبطة بالوهابية السعودية تحديدا بأنها هي التي تغذي هذه الطائفية. هل زيارة الأمير محمد بن سلمان بهذا الشكل هي رسالة للجميع، يعني مش لهذه الطيارات فقط، بأن احنا أمام سعودية جديدة يعني لا تحاسب الناس بفتاوى متشددة على عقائدهم ولا تفتش في عقائدهم؟ تفضل. بلا شك يعني لا يجب أن نفصل هذه الزيارة التاريخية أولا عن التوجهات لحق المواطنة التي تبناها رئيس السيسي، وهذا ليس مجاملة الرئيس السيسي ولكن كسياسي هي قراءة للواقع بشكل موضوعي. يعني عندما يأتي ولي العهد السعودي إلى مصر هناك توافقات دبلوماسية وسياسية لترتيب الزيارة ولتحديد الأماكن التي تتم الزيارة إليها. هذه يعني معلومة لابد أن نركز عليها. ما أقصده من هذه المعلومة هو أن هناك توافق بين التوجهات المصرية الآن في هذه القضية وبين التوجهات السعودية في هذه القضية، وأعتبر لم عندما يكون هناك توافق أي هناك نقلة نوعية غير عادية في السعودية،
لأن المناخ هنا غير هناك، تواجد المسيح هنا غير هناك. وعلى ذلك كما قال أبونا بولس إنه لا يجب أن نتناسى زيارة أو مقابلة الملك سلمان للبابا صادروس الثاني عندما كان بالقاهرة. هذه كانت البدايات والإرهاصات الحقيقية. الجانب الآخر أن فكرة تغيير الفكر الديني، وليس الخطاب الديني، أنا مش مع الخطاب الديني، هو تغيير الفكر الديني الذي دعا عليها الرئيس السيسي والذي يتبناها ونتبناها هنا في مصر بهذا المستوى، نجد هذه الفكرة لقت أصدائها العملية التاريخية في السعودية بهذه النقلة النوعية التي تحدث عنها سيادتك وتحدث عنها الأخوة المتداخلون. هنا عندما تكون زيارة ولي العهد للكاتدرائية بأول زيارة من نوعها في التاريخ، هي رسالة للعالم بالفعل كما قلت أنت، لأن السعودية تسير في الطريق التصحيح العملي وليس الشعاراتي، وأن هذا التصحيح الذي يتم في السعودية في إطار تغيير الفكر الدين الصحيح الذي يتسق مع القيم الإسلامية ومع المبادئ الإسلامية، كما أنه هذه رسالة كما قلت حضرتك يا أستاذ وائل نركز عليها لكل التيارات السلفية والوهابية التي تكفر الأغباط وتمنع المعايدة عليهم، والتي بداها الرئيس السيسي بإصراره وتكراره للذهاب للمعايدة على الأغباط في الكاتدرائية، أي رسالة أن الوطن بيؤكد المواطنة وأن المواطن المصري المسيحي والمسلم هم مواطنون مصريون، أكدها ولي العهد السعودي بأن مصر تسير في نفس الإطار الذي يحقق المواطنة حتى لو لم يكن هناك مسيحيون بالصورة المطلوبة هناك، ولكن هي توجهات استنارية، توجهات تسير على الطريق الصحيح لفكر ديني صحيح يتسق مع المستقبل ويواجه المتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة. بشكرك يا أستاذ جمال، ألف شكر. قزبول، السؤال الأخير، هل في المناقشات كان في ما يتعلق ببعض الفتاوى الدينية المتشددة التي صدرت من قبل ضد الأقباط، أو حديث عن قوة التشدد يعني باتجاه الأقباط أو باتجاه المسيحيين عموما؟ لا لا، ما تعرضش الحوار لحاجة زي كده. طيب، حضرتك وضحت لنا الحوار تم تناوله، لكن في كل الأحوال الزيارة هي الأولى من نوعها يا قزبول، يعني لم تحدث من قبل زيارة بهذا الحجم. لا، دي أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية للكاتدرائية المرؤوسية يعني. بشكر حضرتك، ألف شكر. عارفين يا جماعة، دايما هتلاحظوا حتى رؤساء الدولة في مصر، وأنا قلت الحقيقة ده قبل كده، كانوا بيستجيبوا لضغوط الفتاوى المتشددة اللي بتقول لهم اوعى تروح للمسيحيين في الكاتدرائية في أعيادهم، لأنك معنى كده أنك تقر بعقيدتهم التي تخالف عقيدتك يعني. الحقيقة احترام العقائد هو قائم على الاختلاف بين العقائد، هو أنت هتحترم عقيدة الغير ليه؟ لأنها بتختلف معاك، ومش من حقك أنك تفتش في عقيدته، ولا من حقه أن يفتش في عقيدتك يعني، ما حدش يفتش في عقيدة التاني ولا حد يحاسب التاني على عقيدته يعني. ومش معنى أنك تزور الكاتدرائية في أعيادهم، لا، ده معناه أنك بتحترم عقائد الغير، إنما تقر بقى بعقيدة الغير ولا ما تقر، هو لا يقر بعقيدة لكن يحترمها، والخلافات بين العقائد لا مشكلة فيها، المشكلة في إنك لا تحترمها، أو إنك أنت ترفضهم أو تأخذ موقفا منهم أو تكفرهم. وبالتالي هنا ربما الرئيس السيسي هو الوحيد اللي لم يخضع لهذه الفتاوى المتشددة. بقول لكم فيه يعني كل رؤساء الدول السابقين رغم استنارتهم الشديدة يعني، ما هماش ومواجهتهم دائما للجماعات الإرهابية والمتطرفين، لكن في القضية دي تحديدا لا، كانوا الحقيقة لأنه ما كانش بس من مشايخ التشدد، لا، حتى مشايخ الاعتدال كانوا بيرفضوها، حتى مشايخ قبل كده مشايخ الأزهر كانوا يقولوا لرئيس الدولة لا،
لكن الرئيس السيسي لم يخضع لذلك. هنا كمان الأمير محمد بن سلمان بهذه الزيارة، ده معناه يا جماعة أن في عهد جديد في المفاهيم التي يجب أن تكون عليها الدول في العلاقة بين أصحاب العقائد، في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين تحديدا عندنا في مصر يعني. ودي رسالة بقى لكل التيارات السلفية المتشددة، ما نسمعش حد فيهم غدا يطلع يقول لك لا تهني المسيحيين بأعيادهم، مش انت مرتبط بالوهابية السعودية ارتباطا وثيقا وشديدا، يبقى ما نسمعش هذه الفتاوى بعد الآن، ما نسمعش فتاوى تكفر المسيحيين وتفتش في عقيدتهم يعني. أنا أعتقد أنه هذه الزيارة، عشان كده أنا اهتميت، ربما يعني هنا لقاءه مع شيخ الأزهر، لقاء مهم جدا. الأزهر يمثل الوسطية الإسلامية المعتدلة والمستنيرة، والزيارة مهمة، لكن هي زيارات تحدث كثيرا، إنما هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، عشان كده سلطنا عليها الضوء وقلنا تعالوا نستفيد من آثارها. الهجوم بقى، عيد تاني الهجوم على الأمير محمد بن سلمان بسبب هذه الزيارة، وإنه هو فضل أن يقدم أوراق اعتماده للغرب والأمريكان من الكاتدرائية المرقصية في العباسية. هذا كلام يعني، لأنه الحقيقة قدم أوراق اعتماده بمجموعة من الإصلاحات داخل السعودية قبل أن يأتي إلى مصر، ومع ذلك إذا أنت شايف أنه ده يقدم أوراق اعتماده، فأنا بشوف الحقيقة هو يقدم أوراق اعتماده بهذا الشكل إلى الإنسانية، لأن حقوق الإنسان، التعايش بين الأديان، التسامح بين الأديان، حقوق المرأة فيما يتعلق بالإجراءات اللي تمت قبل كده، الفن اللي بيتم الآن في الأوبرا، يعني اختيار الأماكن اللي زارها الأمير محمد بن سلمان تحديدا فيها أكثر من مغزى. تعالوا نشوف